بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم. أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أنسى حسينا بالطفوف مجددا، شلون أنسى حسينا بالطفوف مجددا على ظمأ والماء يلمع طاغاميا. ووالله لا أنسى بنات محمد بقين حيارى قد فقدنا المحاميا. ووالله لا أنسى بنات محمد بقين حيارى قد فقدنا المحاميا. ولم أنس حول السبط زينب إذ مشت تنادي بصوت صدع الكون عاليا، تنادي بصوت صدع الكون عاليا. والله تنادي بصوت صدع الكون عاليا. أخي لم تذق من بارد الماء شربة، ولم أنس حول السبط زينب إذ مشت تنادي بصوت صدع الكون عاليا. أخي لم تذق من بارد الماء شربته، وأشرب ماء المزن بعدك صافيا. شلون يصير أبا عبد الله؟ أخي لم تذق من بارد الماء شربته، وأشرب ماء المزن بعدك صافيا. بعد إيش قلت للحسين؟ أخي يا هلالا غاب بعدك مالي، أخي يا هلالا، أخي يا هلالا، أخي 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 يا هلالا غاب بعدك مالدي. فعادت به أيام سعدي ليالي، أحاشيك أن ترضان روح حواسرا، ما تقبل أدري بك، وحاشك أن ترضى نروح حواسرا. سبايا بنا الأعداء تطوي الفيافيا، سبايا بنا الأعداء تطوي الفيافيا. أحاشيك أن ترضى نروح حواسرا. سبايا بنا الأعداء تطوي الفيافيا. الدنيا من تصيبني بني شانها، زينب أذكرها وجيب أحزانها. دنيا من تصيبني بني شانها، زينب أذكرها وجيب أحزانها. من نجيب أحزانها الهم ينجلي، وتهمل دموع على خد البت علي. بيوم واحد ظلت بلايا ولي، بقت شنها المرتضى بميدانها، وبقت شنها المرتضى بميدانها. زينب وماكو مثل زينب اسيم، والنعم منك يا زينب والنعيم. انت شاف الخدر النشم الشهد، ذاك ابو فاضل قمر عدنانها. زينب وماكو مثل زينب مره، وبفاضل
فضلها تاهت عقول الورى. خلي كل شي تقول تبقى مقصرة، شانها شان الزكية شانها. شو يقول هذا الشاعر؟ يا بصدت صدت وشافت حسين على الثرى، صدت وشافت حسين على الثرى، قل لي شو تسوي وبقت متحيره. عاد يكسر قلب الحسين هذا واحنا بحرم واقع. صدت وشافت حسين على الثرى، قل لي شو تسوي وبقت متحيرة. والله متحيرة تنزل الدفنة وهي مخدرة. يا بتنزل الدفنة وهي مخدرة، والغسل قبل الدفن وجبان. يا والغسل قبل الدفن وجبان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. أحبابي، هاي الليلة الخامسة للمجلس. الزوار طبعا يتغيرون كل ليلة أدري، بس أنا أذكر بالإفاد حتى من أكمل، حتى المحاضر يكون عنده واضح الكلام. موضوعي كان في ثقافة القدوة في القرآن الكريم، القدوة والأسوة في القرآن الكريم، وأنا طرحت لأجل السيدة زينب باعتبارها قدوة وأسوة. بشنو سأبين؟ والإمام الكاظم أيضا، مو فقط السيدة زينب، باعتبار احنا جاوزنا مناسبة السيدة زينب عليه السلام، ونحن على أبواب مناسبة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، فاختاريت هذا البحث. جيد، أول شيء عرفت القدوة، هذا واحد. اثنين، بيّنت مصاديق القدوة الإيجابية في القرآن والقدوات السلبية في القرآن الكريم. يعني القرآن أشار إلى مصاديق للقدوات الإيجابية جبتها مع آياتها، وقدوات الناس جعلوهم قدوات، هم مو قدوات، بس الناس جعلوهم قدوات مع الأسف سلبية، هم جبتهم مصاديقهم وآياتهم في القرآن الكريم. جيد، ثم انتقلت إلى محطة ثالثة، هاي بعدني بيها ما كملت، وهي أن أذكر نماذج من القدوات الإيجابية في القرآن وشنو نستفيد منها، ونماذج من اللي الناس اعتبروهم قدوات وهم في الجانب السلبي، وهم شنو نستفيد منهم، يعني شنو الأخطاء اللي وقعوا بيها المفترض احنا هم ما نوقع بيها. فبديت بنماذج القدوات الإيجابية. أول نموذج اختاريته إبراهيم، أحسنت، إبراهيم الخليل عليه السلام، باعتبار القرآن طرح أسوة في آية صريحة، في آية شنو؟ صريحة، اعتبر إبراهيم أسوة. جيد، وشنو بما أن إبراهيم أسوة في القرآن شنو نستفيد من إبراهيم؟ بيّنت ثلاث دروس أربع دروس نستفيد من إبراهيم لحد الآن. مثلاً إبراهيم كان بين أمة باطل، هذا ما خلى يضعف وإنما يؤدي دور. إحنا نكون هالشكل، لما تكون في بيئة فاسدة المفروض ما تضعف وتتأثر بيها، وإنما تكون قوي وتأثر عليها. طبعاً هذا الحكي اللي يقتدي بإبراهيم ويعتقد بإبراهيم ومقتنع بإبراهيم، حكي هذا يعني، واللي يهمه مثل إبراهيم الخليل، هاي تكلمت فيها مفصلاً. مثلاً تكلمت بتسليم إبراهيم لله، والمفروض كل مسلم يكون شنو؟ مسلم أمره إلى الله، هذا شو لفت به. ثلاثة، تكلمت عن كرم إبراهيم وضيافة إبراهيم اللي القرآن بيّنها، وقلت المفروض كل مؤمن أم يكون كريم، يكون معطاء خيره يصل للناس مو بس لنفسه، باعتبار إبراهيم هكذا عليه السلام، والقرآن الكريم يقول إبراهيم أسوة. هذه محطة سولفنا بيها.
بعد البارحة تكلمنا بشنو؟ إبراهيم استعمل كل الطرق والأساليب للدعوة إلى الله، فليعتقد بإبراهيم ويحب إبراهيم الخليل عليه السلام، المفروض هم يقتدي بإبراهيم في ذلك، فما يترك طريق من الطرق إلا ويوظفه أو يستغله لخدمة الله تعالى والدين. عيوني باوعوا لي أحبابي، عيونكم يمي، اللي يجي يطلع أنتوا وياي الله يجزيكم خير. هذا الحكي ما قاعد أقوله لاستهلاك إعلامي أو استهلاك وقت، العفو، ما أقول استهلك وقت أضيع وقت، هذا كلام أقوله مهم والمفروض نرتب عليه أثر. كل إحنا هاي كلها لا نعيد هاي الحكاية، المفروض هذا الكلام نرتب عليه شنو أثر. آخر درس أقوله لإبراهيم حتى أنتقل الآسيا بتمزاحم كقدوة، ومنها أجل السيدة زينب عليها السلام، وهي أعظم من آسيا بتمزاحم. هذا بس آخر درس خلوني أقوله عن إبراهيم، نستفيد من إبراهيم آخر درس. طبعاً دروس إبراهيم كثيرة وعظاته كثيرة، بس أنا على نحو المثال ما أعرف وياي يولا أبدي. القرآن الكريم يقول ميزة من ميزات إبراهيم، مزية من مزايا إبراهيم، أن إبراهيم جاء إلى ربه. هاي الآن مو نص الآية، بعد شوي أقرأ نص الآية. الآن أخلي عنوان أو أقول كلام مأخوذ من الآية، أن إبراهيم جاء إلى ربه بقلب سليم. هذا القلب الذي غش ولا فيه حقد ولا فيه ضغينة على مؤمن ولا فيه غل على الذين آمنوا، ولا ولا ولا، وإنما قلب إبراهيم كان شنو؟ هنا أنا خلوني أقول لكم حكاية مهمة كلش، أريد أفتح قوس، خلني أتوكل على الله بس وياي أريدكم. أنا صار لي 5 ليالي أقول كون نقتدي بالأنبياء وبأوصياء الأنبياء، وهاي نماذج منهم وهذا اللي نستفيد منهم. أحباب إحنا كون نجي للأنبياء والأوصياء حتى نستفيد منهم، بس شلون نجي للأنبياء والأوصياء؟ هنا الكلام، شلون نجي؟ يعني هو إبراهيم ليش صار إبراهيم؟ إذ جاء لربه بقلب سليم. انت كون تجي للانبياء، السؤال شلون تجي للانبياء؟ انت كون تجي للائمه، السؤال شلون تجي للائمه؟ انت كون تجي الى رحاب السيده زينب، السؤال شلون اجي الى رحاب السيده زينب؟ انت كون تجي لموسى بن جعفر جايتنا مناسبته، السؤال شلون اجي لموسى بن جعفر؟ هذه مساله هواي مهمه، شلون اجي؟ انا لما بحثت بالقران شفت اكو ناس اجوا للانبياء بس ما استفادوا من الانبياء، واكو ناس اجوا للانبياء وشنو؟ استفادوا من الانبياء. الاثنين اجوا بس اكو ناس اجوا وما استفادوا، واكو ناس اجوا شنو؟ استفادوا. احنا من نجي شلون نجي؟ حتى انت اليوم جاي للحسين يوم ما جاي؟ انت الان وين؟ حرم الحسين؟ يعني جاي يوم ما جاي؟ شلون جاي؟ حتى تستفيد. أكو ناس إجوا للنبي وجها لوجه ما استفادوا، بل مو ما استفادوا، ازدادوا شنو؟ كفر وتكبر وطغيان وفرعنة وضلال وانحراف ونفور، ما حصلوا شيء، بالعكس زاد ضلالهم لما إجوا للنبي، مو قد زاد. أنا أسأل الأحبة سؤال، القرآن شفاء لما في الصدور يوم مو شفاء؟ ها؟ شفاء. زين، نفس القرآن اللي قال عن نفسه شفاء وهدى ورحمة وخير وبركة، نفس القرآن يقول أكو بعض الناس آني زدتهم نفور، ما زادهم إلا نفورا. أكو ناس يسمعون يداوون، وأكو ناس يسمعون شنو؟ يزداد مرضهم. قلت ليش؟ ليش هذا يسمع القرآن؟ إذا كان مريض يطيب، نفسيته تطيب، أمراض النفسية تروح، وواحد ثاني يسمع القرآن يتمرض أكثر. هذا كله راجع أنا شلون أسمع القرآن وشلون أجي للنبي وشلون أجي للإمام. مو كل مجيء بفائدة، أكو مجيء ما بفائدة، بل بعض الأحيان
يجي إنسان يكون حجة عليه ويوم القيامة مع عذابه يكون مضاعف. وأكو مجيء ذي فائدة. بحثت في القرآن عن هذا المجيء وذاك المجيء، لقيت المجيء المبي فائدة. أسانا شنو جابني على هذا الكلام؟ أنه إبراهيم جاء ربه بشنو؟ بقلب سليم. لما إجا بقلب سليم يستفيد من ربه لو ما يستفيد، ياخذ منه فيض لو ما ياخذ، ياخذ منه علم لو ما ياخذ. أما لو جاي بقلب آخر مو سليم، بعكس السليم، يحصل شيء. شلون تجي للحسين؟ شلون تجي للنبي؟ شلون تجي للوصي؟ هنا الكلام. أنا شفت في القرآن أكو مجيء قسم أول، ابقوا وياي، أكو مجيء قسم أول يجي للنبي حتى يجادل بالباطل ويصر على خطئه. يعني هو جاي من البداية مقرر مطالبه وما يريد يتغير، ما يريد يتغير، ما يتغير، هو يريد يبقى على مرضه. وجاي للنبي مو حتى يسمع من النبي ويستفيد، جاي حتى يسمع النبي ويجادله بالباطل. يعني حتى إذا بداخله يدري النبي على حق، بس هو يصر ويستكبر ويعاند. هذا المجيء للنبي يحصل به فائدة؟ ها؟ أظن. والله خلي أقرأ لك آيته في القرآن الكريم، آيته ما حافظها أنا، خلي أقرأ لك آيته في القرآن الكريم. الأحبة وياي لو عافوني. ها؟ وياي؟ ضروري تسمعون هاي الآية، ضروري، كلش ضروري تسمعون هاي الآية. في سورة الأنعام. في أي سورة؟ الأنعام. يقول الحق تعالى، كم آية يعني؟ ثلاث آيات هيك. بقول. ومنهم من يستمع إليك. إليك المن يعني؟ يا محمد. بعض يقول يا ابو شو احنا قاعد نستمع للواعظين للعلماء للخطباء وبعض الناس ما قاعد تستفيد منهم. اقول جهوة، بس العلماء والخطباء ما يسمعون منهم، ناس كانوا يجون السيد الخلق محمد ما يستفيدون منه. هذا لا سمعوني، ناس كانوا يجون السيد الخلق القرآن يقول يستمعوا له، مو فقط ما يفيدهم، ما يحصلون يعني ما يفيدون انفسهم بكلام النبي، وانما يزدادون شنو؟ كفر وضلال وانحراف. خوش شنو تسوي لهم دول؟ شنو انا اجبر الناس؟ ناس تريد خير هذا الاسلام، ما تريد خير الاسلام كيف؟ شو على شنو؟ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله يقول ويضر نفسه بالنتيجة. وشنو ضار رب العالمين؟ دباوع لي. ومنهم من يستمع إليك. هذا إجا للنبي وما إجا، إجا وقعد يمه والنبي حاكي. زين. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. شوف هذا إجا بقلب سليم يقلب عليه أكنة، قلب عليه أكنة، القلب لما عليه أكنة بعد يستفيد من كلام النبي؟ ما يفقه كلام النبي ولا يفقه آيات القرآن. هسه تقول لي سؤال، عود ليش هو رب العالمين خلى على قلبه أكنة؟ أقول بسبب أفعاله وأعماله. بسبب شنو؟ أحبابي خصوصا هذا الكلام الشبابنا الكرام الأطياب الأحباب الأعزة الأحبة، الذنب مو أسوي وأعوفة وأمشي ما صار شيء، الذنب تترتب عليه آثار. هاي الحكاية فكروا بيها، لعله الإنسان من يرتكب الذنب غافل عن أثر الذنب، ولكن الأثر راح يترتب سواء كنت ملتفت له يوشنو يوم ما ملتفت له، هو راح يترتب الأثر. ولهذا احنا عندنا علماء الأخلاق يقولون التوبة تتأجل يوم فورية المفروض. ليش فورية؟ حتى تحد منين؟ من أثر الذنب الوضعي.
والله ما أريد أدخل بكل هاي التفاصيل، لأن إذا دخلت بكل هاي التفاصيل المشكلة تعال شلون أكمل هذا البحث. السيدة زينب قرأت آية مهمة 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 أمام يزيد، ثم كان عاقبة عاقبة الذين، شوف عاقبة الذين أساءوا السوء، أساءوا السوء يعني شنو؟ أساءوا السوء، أساءوا السوء يعني شنو؟ يعني ارتكبوا الذنوب ارتكبوا الذنوب ارتكبوا الذنوب بلا توبة، ذنوب على ذنوب. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. ترتب أثر يوم ترتب، شنو هو الأثر؟ كذبوا بآيات الله. بس لا، هذا الأثر هم يتطور، تشايف الشكارته يتطور. أن كذبوا بآيات الله حد هنا لا، أكو تطور تقدم. شنو؟ وكانوا بها يستهزئون. هسه مرة واحد بس يكذب بالآيات، مرة واحد يقوم شنو؟ يسخر من الآيات ويستهزئ بالآيات. الآية هاي طبعا سيدة زينب قالتها أمام يزيد، قالت له أنا ما أتعجب منك من تضرب رأس الحسين وتستهزئ بي، لأن الله يقول هذا اللي يرتكب ذنب على ذنب ذنب على ذنب ذنب على ذنب من دون توبة يصل إلى مرحلة أن يكذب آيات الله ويستهزئ ويسخر منها. وأنت وصلت لهاي المرحلة يا يزيد، إيش تريد تقول له؟ الخلاصة الذنب إذا ما تعاجل بالتوبة يترتب عليه أثر، لو ما يترتب يترتب. ولهذا ألفت نظركم إلى نقطة ثانية، عافوني الأحبة، ها؟ والله وياي؟ ألفت نظركم إلى مسألة أخرى، اللي على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام لفت شأن خاص يوم القيامة بالبرزخ إلى آية عندنا في الروايات الشريفة الواردة عن المعصومين عليه السلام. ش تقول لي؟ تقول أكو واحد قضى عمره ذنوبه وآثامه ومعاصي و و و و و و و على يدعي أنه مثلاً موالي لأمير، وهذا هم شيء يعني يوم القيامة يكون مرتاح. أقول سؤال بسيط أسئلة، هذا إذا بقى على الذنوب ذنوب 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 من دون توبة، من يقول أنه مات على ولاية علي عليه السلام؟ مو هاي الذنوب لها آثار، بعض هاي الآثار تبين عند الموت العديلة وما عديلة. فمن يقول هذا مات على ولاية علي لعله الذنوب عملت عملها، الله يجيرنا ويجيركم، وقبل موته أنكر ولاية علي، يو أنكر توحيد الله تعالى، يو نبوة محمد. من يقول مات على الولاية وهو مصر على الذنوب وما تاب؟ من يقول؟ مو هاي مسألة خطرة تفتونها. الاستمرار على الذنوب خطير بآثار وضعية نستجير بالله منها، توصل الإنسان من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر إلى مرحلة أصلاً يكفر بالله. بل إذا واحد حكى ستو ما شايفين بعضهم يا أخي، ستو بس المشكلة أنا ما أريد أحكي تنظير خارج الموجود على أرض الواقع، ودي أنت قاعد شو هالناس؟ لا والله نشوف بعيون. أكو بعضهم وصل إلى مرحلة من تحكي أمامه حكم شرعي يسخر منه لو ما يسخر، ها؟ والله يسخر ويستهزئ ويقول بعدكم هاي العقول التعبانة يسخر. حكم شرعي الله قايله والنبي قايله والبيت قايل، حكم شرعي يا أخي حكم، يقول يضحك يستهزئ يقول بعدكم بهاي العقول شلون تطهر نفسك وشلون ما أدري بعدكم. هو هذا مرتكب ذنوب هواي، توبهم متايب وصل لهذه المرحلة وكانوا بها يستهزئون. هاي آثار الذنوب، هاي شفنا بعيوننا، شفنا أنا أخوه واي شايف من ذولا، واي شايف من ذولا بحياتي، واي شايف منهم يسخر ويستهزئ. بعضهم تذكر له فضيلة لأهل البيت، فضيلة لأهل البيت، هو يقوم يضحك عليها لو يستهزئ بيها لو يسخر منها لو هذا. أكو عنده ذنوب هواي، هذا راح بعالم الذنوب بلا توبة وصل المرحلة هاي. قضية مو سهلة. أسأل هذا الكلام على شنو جبته؟ رب العالمين يقول أنا خال على قلوبهم أكن من يجون المحمد. سؤال، هو ليش رب العالمين خال على قلوبهم أكن؟ جواب، هاي آثار شنو؟ ذنوبهم الما يرضون يتركوها ويتوبون عنها، الذنب إلى أثر.
يا جماعة أخذوا الكلام على محمل الجد، خصوصا شبابنا الكرام الأطيار، أخذوا الكلام على محمل الجد. أئمتكم قالوا الإنسان إذا أذنب ذنبا تطلع نكتة سوداء بقلبه، إذا ما تاب تكبر 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 حتى تحيط بالقلب كله، هاي على قلوبهم أكنة، هاي إذا أحاطت بقلبه بعد ماكو منفذ تدخل من خلاله نصيحة موعظة آية رواية حكمة. يضحك عليه الموضوع، أخذوه بجد. الشاب يرتكب ذنب يتوب، ارتكب ذنب يتوب، التائب عن الذنب كمن لا ذنب، بل الله يبدل سيئاتهم شنو حسنات. توب سرعة، توب، توب إلى الله. القرآن كان يقول توبوا إلى الله أيها المؤمنون، توبوا إلى الله، توب عيوني أنت حبيبي أنت توب. واي أكو عندي مصاديق أقدر أسولفها ويا الشباب، بس المكان مو مال المصاديق. هذا المكان كون نختار به الكلمات بعناية، إحنا في حرم الحسين، مهبط الملائكة والأنبياء كل يوم هذا المكان، فواحد كون ألفاظه يختارها بعناية ودقة وكلماته يحافظ عليها ويتكلم بذوق رفيع عالي جدا، لأن المكان خطر جدا، مو مال واحد كيف يسولف يعني. وإلا أقدر أجيب مصاديق للشباب وأقول لهم توبوا منها بسرعة، وأنا أعرف بعضهم مبتلي بها، توبوا عنها بسرعة، هاي بيها آثار ترى إذا ما تتوبون. اللي يغش بالمعاملة بسرعة خيتوب، اللي عنده مشكلة بالميزان والمكيال بسرعة خيبطل، غيبة ونميمة وتهمة رشوة وما أعرف شنو، يظلم زوجته وما أعرف لا وأولاده، لأني خضرات كل خضرات كذب من الصبح لليل حكي كله كذب، وإذا حلف يعني كذب، بطل كافي، توب إلى الله، صير شجاع وحكي صدق، بس الجبان يكذب، صير قوي حكي صدق لا تخاف. كافي يكون نغير حالنا نغير وضعنا، أمانة خصير عدنا. يابا هاي السيارة أرد أبيعها، سيارة سالمة سالمة، مضروبة مضروبة، هاي سالمة سعرها القد، المضروبة سعرها القد، لا تغش الناس، مضروبة تقول له سالمة وجيب القرآن أحلف لك عليها، مو صحيح هذا، صير صادق. معاملة مع البيت ما بيها شيء يقول ما بيها شيء، بيها شيء يقول من البداية اللي تبيع له قول له بيها شيء، لا تكذب على الناس، توقع الناس الله يوقعك، توقع انت هم توقع في يوم من الايام. اكمل الايه، انا على شنو جبت الايه يتذكرون الاخوه لو نسينا؟ لا قبل الذنوب، قلت انا شلون اجل النبي، انا شلون اجل الامام، أكو مجيء في القرآن ما بي فائدة، وأكو مجيء في القرآن بي فائدة، نريد نكشف المجيئين، حكي مهم لو مو مهم، حتى نشوف يا مجيء بي فائدة نجي إحنا بي للحسين عليه السلام وأهل البيت، وانت الآن جاي للحسين، كل واحد من عندنا الآن راح يشوف مجيء صحيح يوم صحيح، إذا بينت القسمين المجيء المبي فائدة والمجيء البي فائدة، كل واحد من عندنا راح يكتشف مجيء شنو، وإن شاء الله كل مجيئكم بي فائدة إن شاء الله تعالى، من قسم المجيء البي فائدة إن شاء الله تعالى، بل فوائد إن شاء الله تعالى، وأنتم شيعة أهل البيت عليهم السلام. زين، القرآن هنا أنا قاعد يتكلم عن مجيء سلبي، شنو معالم المجيء السلبي للمعصوم اللي ما أطلع به الفائدة؟ يقول تعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، ما يفهمون اللي تقوله،
ما يفهمون يقولون، لأن احنا خالين غطاء على قلوبهم. منفذ الحجرة ما بيها، الحجرة لا بيها باب ولا بيها شباك، نور الشمس منين يدخل؟ ظلمة. حجرة واحد بناها بلا شباك ولا شنو؟ ولا باب، يطبها نور شمس؟ منين يطبها نور شمس؟ منين يطبها نور شمس؟ قبر، قبر، قبر 5 أمتار جوا القاع مطموم بالتراب، يدخله نور شمس؟ ما يدخله. القرآن الكريم يقول: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. فيسمعون لو ما يسمعون؟ ما يسمعون. لا القلوب يفقهون بها ولا الآذان يسمعون بها. زين. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. شلون حشير. بعض الناس شلون بيهم؟ يعني جاي للنبي لا يشوف ولا يسمع ولا قلبه يفقه. هذا المجيء يحصل فيه شيء؟ الله يقول: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هاي قنوات التعلم، سمع، أبصار، أفئدة. إذا هو جاي للنبي وسادهن ثلاثة فن، هم السمع هم البصر هم البصيرة، ثلاثة فن سادهن وجاي للنبي، شي حصل من النبي؟ شي حصل من النبي؟ هذا مجيء ما بيصير. المجيء الصحيح يجي للحسين: أشهد أنك قد أقمت الصلاة فأنت كن تصلي. هذا مجيء اللي سمعه يشتغل، عينه تشتغل، قلبه يشتغل. آتيت الزكاة، أنت كنت زكي. أطعت الله ورسوله حتى أتاك، أطعته فأنت كن. هذا اللي بصره يشتغل، سمعه يشتغل، قلبه يشتغل. من يجي للحسين، من يقول للحسين أطعت الله، فهذا الجاي بشكل صحيح يكون هو شنو؟ يطيع رب العالمين. أمرت بالمعروف، نهيت عن المنكر، يقول الحسين. فالجاي بشكل صحيح ومنافذ وقنوات وصول المعلومة عند كلها مفتوحة، هو هم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بس بالتي هي أحسن، خصوصا يا شبابنا بهذا الزمن وهذا الظرف الصعب اللي هم به، بالكلمة الطيبة، بالكلمة الطيبة، بالأسلوب الصحيح، بالأسلوب الصحيح. تعبتكم؟ ها والله ما تعبتكم. الحسن والحسين من شافوا الشيخ يتوضى غلط قالوا له: انت ما تفهم حجي، وش ما تفهمت؟ شنو ضابش هذا عمرك هلقيت وضوء ما تعرف توضى؟ مو عيب عليك؟ ما تستحي؟ هالشي قالوا له، قالوا له طريقه اخرى. قالوا له طريقه اخرى، شنو الطريقه الاخرى؟ قالوا له: يا شيخ احترام، راح نتوضأ أمامك، شوف أي الوضوءين أحسن. شوف الأمر بالمعروف شلون والنهي عن المنكر شلون. قال لهم: توضوا بعد حسن وحسين ويتوضون. شلون يتوضون يعني؟ قال لهم: والله يا أولاد رسول الله، يا سيدي، وضوءكم ماكو أحلى منه وماكو أحسن منه. العيب بوضوئي وسطة الرسالة. الله يجزوكم ألف خير على هالطريقة هاي، حفظتوا بيها شيبتي وكرامتي. ثاني يريد يوم معروف يختار بطريقة حلوة مرتبة يخلي المقابل ما يستفز وإنما يقول جزاك الله خير شكرا، بالتي أحسن، بالمحبة والاحترام. الدين هذا رحمة وخير وبركة، مو غلظة وجبر، مو هذا، مو هذا، مو هذا. الدين يعني خلي قلبك طيب. الحسين عليه السلام، حسين بوعوني، الحسين جاء يوم العاشر، هذا احنا يمه بالسجاد، يوم العاشر
اجا الحر، والحر هو سبب حصار الحسين، هو سبب حصار الحسين، والحر هو الذي جعجع بالحسين، والحر هو اللي أرعب بنات رسول الله. يعني أنت لو واحد خالك بهيك موقف صعب وآخر شيء من تحاصرت وتضايقت وتموت، جاي يقول لك يا أبا اعذرني، تعذره؟ تقول له شو اعذرك؟ والله أنا لو بيدي يعني ما خلي ضدع سالم ديك مو شيء. الحسين يوم عاشوراء جاء الحر والحسين وحيد فريد، لا ناصر ولا محيد، ومحاصر من كل الجوانب. اجا حتى يستحي باوع بعيون الحسين، مطرح براسه، لابس خال درع بالمغلوب، هاي عند العرب بها معنى، وخال قران على راسه ومدنق، وسلم: السلام عليك ابا عبد الله. قال: عليكم السلام، من المسلم علي في اليوم الذي قل فيه ناصري وكثر فيه واتري؟ من هذا؟ قال له: خادمك الحر ابن يزيد الرياحي. قال له: اهلا بك يا حر، شو تريد؟ قال له: جئت تائبا ابا عبد الله، بس انا مدنق وقالب درعي وخال قران على راسي، مستجير بيك وخايف، ما تتصور الامور توصل لها الامر هذا، هل لي من توبة ابا عبد الله؟ انا ما استحق توبة. بس باوع على الحسين، قال له: يا حر ان تبت تاب الله عليك، ان تبت تاب الله عليك، تبت تاب الله عليك. قال له: يعني انا الله تاب عليك؟ قال: خلص توب الى الله ويتوب عليك، انا رحمة الله الواسعة، انا جدي وما ارسلناك الا رحمة، احنا الله دازنا رحمة للناس مو نقمة، خلص توب كل شيء انتهى. يوم العاشر قال له: شا اطلب منك طلب ابا عبد الله اذا تبت علي. قال له: شنو؟ قال له: أول من جعجع بك أنا، أول من يقتل بين يديك، انطيني إذن، أنا أول من يقتل بين يديك، أنا ما أبقى فترة طويلة وياك، أستحي يا أبا عبد الله، أنا وجهي ما أقدر أباوع بعينك أصلا، خليني أقتل وأرتاح. قال له: أذنت لك. هذا الدين، هذا الدين. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولهذا ذول شبابنا الكرام الأطياب، خصوصا شبابنا المثقف، طلبة الجامعات، الجيل الصاعد هذا، من يشوف زمان الحسناوي مخربط حظ ما بي، أخلاقه سيئة، مو معناه الدين مو زين، أنا مو زين. الدين شنو ربطه؟ منبر الحسين شنو ربطه؟ يقول هو هذا زمان حظم به، مو منبر الحسين ولا الدين. الدين أكبر مني ومنبر الحسين أكبر مني. الدين حلو، خير وبركة ونور وأخلاق، نرجع نكمل الآية، خل نشوف هذا المجيء الموزين والمجيء الزين للمعصوم، حتى نشوف مجيئنا من يا نوع من يا قسم. حكي مهم قاعد أقول الشبابنا، خل أعيد لكم الآية: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا والعياذ بالله. بعد: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. شوف على شنو جايين للنبي ذولا؟ السمع مسدود، البصر أعمى، البصيرة عمية، ايش حدهم جايين جا ذولا؟ حتى إذا جاءوك. ولهذا قلت المجيء للمعصوم مرة بلا فائدة ومرة بشنو؟ كل الفائدة. هنا جماعة اجوا يوم ما اجوا؟ اجوا. حتى إذا جاءوك يجادلونك. إذن هذا ما جاي حتى شنو؟ يتعلم، يستفيد، يذعن للحق إذا ثبت عنده. لا، هذا جاي شو يريد يسوي؟ يجادل، ويا مجادلة، مو مجادلة بالتي هي أحسن، لا، جاي يجادل
والإصرار على الخطأ والعزة بالإثم. هيك هذا جاي على مجيء لي فائدة؟ ها؟ لي فائدة عيوني أنتو؟ ما لي فائدة؟ أنا وياك مجيئنا لأهل البيت كون يختلف، إن شاء الله يختلف، أكيداً يختلف. إحنا جايين للحسين بعيون مفتوحة وبصائر مفتوحة وآذان مفتوحة. الحسين أطاع الله، أنا كنت أطيع الله. حسين أقام الصلاة نفس الشيء، حسين أدى الزكاة نفس الشيء، يعني حسين أمر بالمعروف أنا وياك كون نفس الشيء، نهى عن المنكر أنا وياك نفس الشيء. هذا المجيء الصحيح. زين أكمل. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. شنو إن هذا؟ من هو إن هذا؟ أحسنتم، القرآن الكريم. يقولون عن القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن عبارة عن شنو؟ عن أساطير، خرافات. أنت كاتبها من الكتب القديمة وجايبها من الكتب القديمة تريد تمشي علينا يا محمد؟ الشكل. هذا مجيء ليس فيه فائدة. أحسنتم. وأكو في القرآن الكريم مجيء فيه كل الفوائد. أكو في القرآن الكريم مجيء شنو؟ فيه كل الفوائد. وين؟ في نفس سورة الأنعام، هذا القسم الثاني. مو احنا قلنا كون نعرف القسمين حتى نعرف احنا مجيئنا يا قسم من عندهم. يا اخوان خلونا نتعلم قرآن، يزكيهم ويعلمهم الكتاب. اقرأ باسم ربك الذي، باسم ربك، اقرأ باسم ربك. هذا مجيء سلبي وأكو مجيء إيجابي حصل به فائدة في الدنيا والآخرة. شنو المجيء الإيجابي؟ في نفس سورة الأنعام وبرا صفحة، بسم الله الرحمن الرحيم، التفتوا لي. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، جاءك، وإذا جاءك الذين شنو؟ يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. الله أكبر. هذا اللي يجي وهو مؤمن بالحسين، وهو مؤمن بسيد الخلق النبي الأعظم، وهو مؤمن بالزهراء، وهو مؤمن بالحسن وبقية الأئمة الأطهار بأمير المؤمنين، الله يقول للنبي، بل يأمر النبي، الله فقل، الله يأمر النبي أن يقولهم شنو؟ سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم. هذا المجيء ذي فائدة أو ما ذي فائدة؟ ها؟ النبي يقول لك سلام عليكم. أنت الآن هسه جاي للحسين بيا مجيء إن شاء الله الثاني، مو؟ ثاني. يعني مجيء الإيمان بالآيات. شنو يقول رب العالمين صح وبفائدة وخير وحكمة؟ وهكذا رسل رب العالمين أنبياء وأوصياء شنو يقولون صح وبفائدة وخير وبركة وحكمة وإلى آخره. لما تجيهم بهاي العقيدة هم يقولوا لك سلام عليكم، مثل ما أنت تقول للحسين السلام عليك يا تدخل في عالم السلم والسلام. ليلة القدر ليلة شنو؟ ليلة القدر سلام هي، تدخل في عالم السلم والسلام. ليلة القدر هي ليلة السلام، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. كم من ليل؟ سلام هي حتى مطلع الفجر. إذا تجي لرسل السماء وأنت مؤمن بهم يقولوا لك سلام عليكم، ويوم القيامة يدخلوك الجنة يقولوا لك ادخلوها بشنو؟ بسلام. تدخل بعالم السلم والسلام.
أئمتنا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قال: أمروا بالدخول في ولايتنا. شوف، مو رواية ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، منظومة روايات، مجموع روايات بطرق وأسانيد متعددة متضافرة يقوي بعضها بعض، وبعض الطرق صحيحة إلى المعصوم عليه السلام. منظومة روايات، شبكة روايات، أنه ادخلوا في السلم قال ولايتنا. القرآن الكريم يعبر: مؤمن بالآيات فقل سلام عليك، ذاك مجيء ما بي فائدة، وهذا مجيء كل فائدة. بعد إنسان ومختار، تجد المعصوم تحت عنوان الجحود والإنكار، يو تجد المعصوم تحت عنوان الإيمان والتسليم والقبول وغير ذلك. كيفك؟ أكمل الآية؟ شوفني عيوني حبيبي باوعي: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. مجيء الإيمان يخليك بأي عالم؟ سلام ورحمة. حتى إذا أخطأ الإنسان وتاب، رب العالمين هم يغفر له. تكملة الآية: أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. فإنه شنو؟ أنت ما دام جيت مؤمن، حتى إذا صار عندك بعدين خلل ذنب وتبت وما ترجع له مرة ثانية، الله يقول لك: ما دام تبت وأصلحت الخطأ اللي سويته أنا غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. شنو من رب رحيم هذا؟ شنو من رب كريم هذا؟ إلهي تبنا إليك، نعترف بقصورنا وتقصيرنا وارتكابنا للذنوب والآثام، وإحنا بمرقد وقبر حبيبك الحسين عليه السلام، ونتوب إليك من خلال الحسين وبواسطة ووساطة الحسين، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والرسول يقول: حسين مني وأنا من حسين. إحنا الآن يم الحسين عليه السلام، وجئنا للحسين إن شاء الله من خلال الطريق الثاني، جئنا للحسين عليه السلام ونعترف بذنوبنا وآثامنا. سيد الشهداء هم يشفع لنا عندك يا رب: اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واعفو عنا يا ربنا واشفي مرضانا. أي الإخوة نزولي أوراق بيها مرضى وكذا، من على مرضانا بالصحة والعافية. هنا يستجاب الدعاء. بعد وين يستجاب الدعاء؟ هنا يستجاب الدعاء، هنا يستجاب الدعاء أيها الأحبة. حسين خلاصة، خلي أضخلي بعد معلومتين بسرعة. الخلاصة: تريد تستفيد من مجيئك للمعصوم ظاهرا، استمع وأنصت، وباطنا نظف داخلك ونفسك وزكيها ورتبها. كظاهر: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا كشنو؟ كظاهر. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، شغل إذانك، هذا كظاهر. كباطن: إذ جاء ربه بقلب سليم. هذا أول البحث، أول الموضوع، أنه إبراهيم عليه السلام إجا الرب، جاء لربه بقلب سليم. إحنا هم إذا نريد
نحصل فيوضات رب العالمين كون نأتي إليه بقلب سليم، مو مريض، سليم. فعلى مستوى الظاهر كون نسمع وننصت، وعلى مستوى الباطن كون ننظف دواخلنا. إذا نجحنا بالأمرين، ألم نشرح لك صدرك؟ رب اشرح لي. إذا نجحنا بالأمرين مجيئنا للمحظوم يكون في محله، وترجع وأنت محمل بالعطايا. طبعاً طبعاً، من زار الحسين فله الجنة، ضمنت له الجنة، وجبت له الجنة. أئمتنا خلوا من زار الحسين عارفاً، مو هالشكل، من زار الحسين شنو؟ عارفاً. هذا المجيء الثاني بالاستماع والإنصات الظاهري وسلامة الداخل يخلي مجيئك صحيح، وتترتب عليه آثار مهمة ومفيدة على مستوى الدنيا والآخرة. ولهذا يقول إمامنا العاشر، من هو إمامنا العاشر؟ علي الهادي، رزقنا الله زيارته، شفاعته، خدمته، نشر معارفه. يقول إمامنا العاشر: أمن من لجأ إليكم. هناك سلم وسلام ورحمة، هنا أمن أمان. شوف الخير يا جماعة، هذا المجيء للمعصوم إذا كان صحيح شو الخير؟ القرآن الكريم يقول بي سلم وسلام وبي رحمة، الإمام الهادي يقول بي شنو؟ أمان. أمن من لجأ إليكم، من لجأ، لجأ إليكم، سلم من صدقكم. يقول الإمام الهادي عليه السلام: أمن من لجأ إليكم، مستجير بكم، مستجير بكم، لائذ عائذ بقبوركم، مستشفع إلى الله بكم. يقول إمامنا الهادي في زيارة الجامعة الكبيرة. هسه هذا مجيئهم بشكل صحيح يترتب عليه أمان، كما يقول الإمام الهادي هم فيه كلام: أؤجله إلى الليلة الآتية إن شاء الله تعالى. ستقولي ليش الليلة الآتية؟ حتى نروح للمصيبة برا؟ قالنا 10 دقائق من المصيبة. أنا أدري بشيعة الحسين وأحباب الحسين دمعة مهمة عندهم، هم أمتنا علموهم. طبعا مجلسنا ذي سادة ومشايخ أهل فضل، شيخنا الخفاجي تتفضلون، مشايخنا الكرام الله يعزهم ويديمهم إن شاء الله، أئمتنا علمونا بكاء على الحسين وذكر الحسين والتفاعل مع الحسين. الله لا يحرمنا من سيد الشهداء، الله يجعلنا مع الحسين دنيا وآخرة، لا يحرمنا من الحسين وآل الحسين. الحسين سر عظيم أيها الأحبة، والله سر عظيم، والله ماكو شيء بالدنيا أكبر من الحسين وقضية الحسين. شيخ جعفر التستري رحمة الله عليه، صاحب الخصائص الحسينية، شيخ جعفر طبعا لعلم الأحبة، شيخ جعفر التستري كان بالمراجع التقليد، يعني كان عنده رسالة عملية في النجف رحمه الله. شيخ جعفر التستري آخر كتاب ألف الخصائص الحسينية، لأن هو يقول في المقدمة، يقول: كتبته أو ألفته وقد ذرفت على 70. تدري العالم آخر كتابي كتبه يكون عادة أمتن كتاب، يعني خلاصة أفكاره وهو في أوج وقمة نضجه العلمي الفكري، يعني خلاصة عمره يخليها بآخر كتاب عادة، وآخر آراءه يخليها بآخر كتاب عادة. آخر كتاب كتبه شيخ جعفر وتوفاه الله هو الخصائص الحسينية، أتمنى من الأحبة يقروه ويشوفون خطورته وأهميته وثقله. مرجع كاتبه، مرجع، مرجع من مراجع الشيعة، أتمنى من الأحبة يقروه الشباب، أتمنى يقروه شوفون شنو من كتاب. شيخ جعفر التستري في المقدمة مال هذا كتاب الخصائص
يقول أنا بهذا عمري ذرفت لي على 70 جربت كل الأعمال ما قدرت أعرف نفسي مؤمن إلا بعمل واحد. قدرت أعرف نفسي أنا مؤمن. شنو شيخنا؟ يقول الدمع على الحسين. اقرأ المقدمة وشوف شلون شيخنا يقول لأن الحبيب يقول وجعبر ما ذكرت عند مؤمن أو مؤمنة إلا وبكيا وأنا كل ما أذكر الحسين أبكي. فمعناه أنا مؤمن إن شاء الله. أنا بس واحد يذكر الحسين يمي أبكي دمعتي تنزل. حسين الله لا يشيل الحرقة من قلبك على الحسين، يعني النبي يقول إن لولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين. مو كل واحد أكو حرارة بقلبه على الحسين، بس المؤمن. في قلوب المؤمنين النبي يقول لن تبرد. يقول هاي الحرارة ما تبرد على الحسين. كسر قلب السماء هذا الحسين، خلاها تبكي دم 40 يوم. هنا هاي كربلة تشهد، هاي هسه الوقت يركض مشكلة، هاي كربلة تشهد هنا أنه أبو السجاد يوم العاشر لما إجاه النصراني وحد قال له أبا عبد الله أنا أريد أقاتل، قال له أنت مسيحي جابك علينا إيش؟ قال له بعد أنا حبيتك وأنا صرت مسلم أبا عبد الله أريد أقاتل. قال له أمك تقبل؟ قال له أمي أرسلتني إليك أبا عبد الله. قال له أمي بس شافتك قالت هذا وجهه وجه أولاد أنبياء، هاي فرصتك تنجو بيها، روح عند حسين هذا ابن نب. قال له الله يجزوها بالخير لأمك. بس هو زوجته ما كانت راضية، زوجة وهب استوى متزوج. قالت له يا ابو احنا شنو نربط بالحسين؟ الحسين امام المسلمين وهم يردون يقتلوه، احنا ناس نصارى شعلنا بالحسين. زين انت اذا قتلت انا وين اروح استوني متزوجين؟ قال انا امي قبلت رايح ما لي شغل بيه. لما طلع يقاتل سمع صوت مو صوت امه، وهب. هاي هناك كربلاء هناك هناك وهب قاتل دون الحسين، قاتل دون الطيبين ابناء الطيبين، هاي مو امه، باوع زوجته. عجيب اجاهل قال لها انت قبل دقيقه شفتك من عيني، شو تغير؟ قالت له ما كنت شايفه الحسين، لما شفت الحسين وسمعت صوته يصيح على اهل من مغيث على اهل من ناصر على اهل من ذاب عن حرم رسول الله. كسر قلبي قاتل دون الحسين. يا بدر وحق العليه هم دون الخيار. تقرون وياي لو ما تقرون عيوني انتم حرم الحسين عمي. شنو هالنعمه هاي؟ من يحصل هالنعمه هاي؟ اخذ الدنيا كلها مني وانطيني هالنعمه. يا بدر وحق العليه هم دون الخيار ولا خلوا خوات حسين لمن خلصوا تفايض منهم لا امتعاوا مثل ما هو النجم من هذا الرمح بفادة تثنى وهذاك صار للنشاب رنة يا برنة وهذا الخيل صدر وعاد وذاك بالهندي موذر. معقولة قلبك بين كسر على الحسين وانت بحرم؟ ما استبعد هذا والله. وقف عليهم الحسين يصيح وين مسلم وين عابس يا حبيب. يسمعون هم الآن ليش عفتوني وتخلوني غريب ليش اناديكم ولا اسمع مجيب ليش انادي وما تجيبون الندى وادري بيني وبينكم حال الردى. ما حد جاوب
الحسين ما متعلم يصيح ما حد يجاوبه، الحسين تخضع الرقاب أمامه إذا صاح. الحسين من دخل مجلس الوليد بن عتبة وصاح على مروان هجم أبو الفضل العباس شاهرا سيفه، وخلف علي الأكبر والهاشميون هجموا وهجمة رجل واحد، بحيث الوليد بن عتبة قال له بالله عليك أبا عبد الله خذ بني هاشم وانصرف على اسم الله، وطلع الحسين معزز مكرم شمس وقمر يمه ونجوم تحيط به. الحسين معزز مكرم لما يقول حكاية الكل يخضع أمامه، أول مرة يصيح ما حد يجاوبه انكسر قلبه. هنا أنا كان واقف على الأنصار هنا راد يرجع للمخيم، سمع صوت خويا الله يعينك ما لك معين، خويا الله يعينك ما لك معين وقومك على الغبرة مطاعين. اعذرهم اعذرهم عبد الله يا ابا مطاعين، انا منين جتني كربلة منين يا بني أن هجمة وفرد هجمة على عشير. أثناء ما كان يقاتل حبيبي بن مظاهر الأسدي شيخ الأنصار، عين الحسين كانت بعين حبيب، بعد قليل حبيب أدار بوجهي عن وجه الحسين، دار الحسين على حبيب، ليش دار وجهه عنه؟ شاف دموع حبيب تجري على شيبته، قال لحبيب يا شيخ الأنصار هل ذكرت الأهل والأوطان فبكيت؟ قال لا سيدي فداؤك الأهل والأوطان، ولكن انظر إلى باب تلك الخيمة. نظر الحسين وإذا زينب لابس عباية مسرة. يا حبيب لا تقصر عن نظرتي هذا الغريب. الحسين قال للعباس دخلها الخيمة، جاه العباس قال اخويا ايش طلعك من خيمتي يا من فدوى يروح اخوك لهيبتك، شلون تنظام وين بوجود اخوتك خيمتك بسيوفنا مظليلها؟ هذا يوم اكو يوم بيت الدعاء، واسألكم الدعاء للمن كسر قلبه، هنا أنا اريد اكسر قلبه. ويا انا مشيت انا مشيت انا مشيت انا مشيت بدروب كثيرة، احرق قلبك على الحسين، القلب اللي ما يحترق على الحسين ما يسوي شيء. خويا انا مشيت بدروب كثيرة كثيرة كثيرة، وديرة قامت تبشر بديرة. شو تبشر؟ خويا ديرة قامت تبشر بديرة بديرة، اخت عباس جابوها بشر بديرة، اخت عباس جابوها اسيرة. يا ابو علي المن بعد وجهي اديرة، لا اخوان عندي ولا عشيرة. بمحمد وآله صل على محمد وآل محمد، عجل فرج مولانا يا الله، واجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه، اقض حوائجنا اشف مرضانا يا الله، يسر امورنا اكفنا شر الاشرار كيد الفجار طوارق الليل والنغار، بمحمد واله الاطهار يا الله. المؤسسون تقبل مجلسهم، اوصله الى امام زمانهم، اكتبه في صحائف اعمالهم، الى امواتهم امواتكم أموات شيعة أمير المؤمنين علمائنا الماضين خدام الحسين،
نودي إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.